مصر التي لا تعرفونها دكتور وسيم السيسي. وبعدين الدكتور عامل حاجة حلوة في الأوبرا إن شاء الله يوم الثلاث الجاي، مظبوط يا دكتور؟ تمام. الساعة كام؟ مساء. سبعة مساء. عامل سهرة ثقافية، أدعوكم للذهاب يعني، كل من يستطيع مجانية. هي مجانية، دعوة مفتوحة عامة. كل من يستطيع أن يغذي عقله، وإحنا اتكلمنا في الحكاية دي كتير وهنتكلم فيها ونتكلم فيها. اللي عايز يتنور يروح يسمع عمنا وسيم السيسي وهو بيحكي لك عن بلدك. بلدك تاريخ، لازم تاخد التاريخ عشان تشوف الحاضر وتستعد للمستقبل، مش كده ولا يا دكتور؟ لا لا لا. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ محمود. شم النسيم بقى وفسيخه وملانه وبتاع وحكايات طويله عريضه. عندك دائما معلومات جديده عن المصريين. انا عاوز اتكلم عن عما لا تعرفونه عن شم النسيم. من فضلك من فضلك، لك الوقت كاملا ان شاء الله. انا مش هتكلم خالص، اسمعك واستمتع بيك. لا يعني هي منذ الاسره الثالثه ومصر منذ آلاف السنين. لا قبل الميلاد. قبل الميلاد طبعا. هو يعني الأسرة دي قبل الميلاد، عيد فرعوني قومي. ويا ريت نعمل جنبه كمان بالمناسبة دي عيدين قوميين ضروريين، اللي هي رأس السنة المصرية. مصر أهدت العالم، بل غيرت العالم اللي كان ماشي على تقويم قمري 11 يوم أقل من السنة الشمسية. مصر جت سنة 4241 قبل الميلاد، حط عليهم 2015 يطلع دلوقتي 6256 تقريبا. تمام. اللي هو التقويم القبطي. نعم. اللي هو اسمه التقويم القبطي. لا المصري. ما هو المصري تب قبطي. بس القبطي ده في العصر الروماني. ده فين؟ يعني ده بعد ال 4241 ده. انما التقويم ده اسمه ايه يا دكتور؟ نعم. ده اسمه ايه؟ التقويم الفرعوني؟ المصري. المصري. لان مصر اهدت العالم ان السنه يا جماعه ما هياش سنه قمريه انما هي سنه شمسيه. حين استطاعت مصر ان ترصد الشعره اليمنيه قبل بزوغ شمس 11 سبتمبر. وقدرت تقول لنا مصر 4241 قبل الميلاد ان السنة 365 يوم وست ساعات. مظبوط. تمام. اتظبطت الدنيا بقى. وفضل هذا التقويم ماشي لغاية 1582 ميلادية. ست ساعات بتعمل ان كل عدد من السنين يوم او شهر او بتاع كده. الفرق ده بقى سببه ايه؟ ان مصر 4241 قبل الميلاد قالت انها وست ساعات. 1582 في عهد جريجوري، البابا جريجوري بتاع روما، عملوا دراسات فطلعت فعلا 365 يوم، بس مش ست ساعات، خمس ساعات و46 دقيقة و48 ثانية. تقدموا شوية بقى، جابوا بالثانية. جابوها بالثانية بقى. في ذلك الوقت ابتدوا يشوفوا الفرق من واحد ميلادية لغاية 1582، لقوا تعمل 10 أيام فرق. فالناس نامت 5 أكتوبر 1582، صحيت لقت نفسها 15 أكتوبر. فعندك 10 أيام لا وجود لها في التاريخ. ما فيهاش داعش وما فيهاش دم. ما فيهاش ولا عالم. طاروا كده. ها؟ طاروا. طاروا كده. سنة 1800 وكم؟ 1582. 1582. خمسة أكتوبر؟ بقت 15 أكتوبر. نقلوا العالم كده، كل العالم نفس. العالم كله. 10 أيام بعملوا أكتر من كده بقى. السنة في ذلك الوقت كانت تبدأ من أول أبريل. وابريل دي جايه من اوبريرا، واوبريرا اللي هي التفتح، ويقول لك اوبريلا بورت، افتح الباب، فيرميلا بورت، اقفل الباب. فكلمه ابريل يعني التفتح، افتح. بدا العام. بدايه العام. قال بابا جريجري كان معجب بتمثال اسمه جينيفر، بنتين ظهرهم في مع بعض، دي وشها هنا ودي وشها هنا، فقال دي سنه ادبرت ودي سنه اقبلت. كويس. فمن جينيفر جاء جانيوري يناير، وجاء جون فييف فبراير. لا جون فييف يناير. يناير برضه بالفرنسي. وجانيوري بالانجليزيه، ويناير بالعربي. اللي هي وقال اللي لسه هيعمل احتفال في اول ابريل دي كذبه ابريل، ويبقى ذا فولز داي او يوم المغفلين. بعض الناس كانت بتحتفل، لازالت صعب التغيير. ساندرسون يقول لك اي حاجه جديده يمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى الكل يقول
امبوسيبل، لا يمكن الكلام ده، كلام فارغ. يجي المرحلة الثانية يقول لك interpretation is wrong، في حاجة غلط في الموضوع. بعد ما يثبت الكل يقول ما احنا عارفين كده من زمان. ده بقى دي المرحلة الثالثة بقى. بني آدم ده مرور الجديد بالمراحل الثلاث. كويس. انكار ممكن، بعد كده ما احنا عارفين. يعني قديمة. قديمة. فعاوزين نحتفل برأس السنة المصرية، خصوصا انها سنة فلكية علمية لا دينية، ولا ضروري سنة ميلادية ميلاد المسيح، ولا هجرية هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا 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 الكلام ده كله. دي علمية فلكية، واحنا اهدينا العالم هذا التقويم. ألسنا جديرين؟ اذا كانوا اليهود بيحتفلوا بسنة يهودية واحنا قبلهم بألاف السنين، ما نحتفلش بسنتنا اللي زبطنا العالم؟ ده كانت في المدنية البابلية كان لا يبدأ الشهر إلا بمرسوم ملكي. ليه؟ لأن كان قمري. متغير. بتتلخبط. متغير. فالحاجة التانية كمان عيد وفاء النيل، ده احنا عايشين عليه. ده شوف الدنيا مقلوبة عشان خاطر مسألة المية هتقل شوية. طبعا ولا أي حاجة. ربنا يستر. فمفروض عيد وفاء النيل ده هو، ونصلح المفاهيم برضو الخاصة بوفاء النيل ده. الكذبة الكبيرة اللي هم قالوا انها عروس النيل وش كلام ده، زي برضو الكذبة الكبيرة بتاع تحرير الاسكندرية ان العرب حرقوه. ما فيش الكلام ده خالص. طبعا مكتبة الاسكندرية اتحرقت تقريبا كام 275 ميلادية. لا، في الثورة الكبرى المصرية ضد الرومان، وكدنا ان احنا نقلشهم لولا بس استعانوا بحاميات جاية من سوريا. المهم ان مصر بقى كانت بتحتفل بهذا العيد حين يكتمل القمر بعد الاعتدال الربيعي. الاعتدال الربيعي 31 مارس، حين يكتمل القمر يبدأ شم النسيم. لما جت العصر المسيحي بقى يكتمل القمر بعد الاعتدال الربيعي والمسيحيين صايمين الصيام الكبير، قالوا نأجله لما بعد العيد. تأجيل، هو كل ما هنالك ان هو تأجيل. ولأن عيد القيامة متغير، وعشان كده شم النسيم متغير. صحيح. ما نعرفوش كل سنة هيطلع امتى. ما نعرفش. بس هو يوم اثنين. لازم يوم الاثنين، لأنه هذا هو يوم القمر لأيام ما كان التقويم قمريا. كده تقول مان داي من مون داي، واللي هو لان مصر قدست الرقم سبعه وعرفت ان الكواكب سبعه. جم لما حصلت ترجمه عظيمه جدا في العصر العباسي الاول، اخوان الصفا وخلان الوفا جماعه علميه رائعه جدا قضوا عليها بكل اسف. لان كل العلوم دايما ما لهاش حظ يعني، والناس اللي هم سابقين زمانهم دول هم اللي قالوا، والغرب خد عن اخوان الصفا، قال يعلم ان الساعه الاولى من نهار الاثنين للقمر، فالغرب راح مسميها مون داي اللي هي لون دي من لونا يعني قمر، والساعه الاولى من نهار الثلاث للمريخ فبقت مار دي مارس، والاولى ما الساعه الاولى من نهار الاربع لميركري اللي هو عطارد بقت ميركري دي، والاولى من نهار الخميس لجوبيتر اللي هي المشتري فبقت جي دي، والزهره فينوس بقت فاندري دي، وساترن اللي هو زحل اللي هو السبت فبقت ساتردي. ساتردي اللي هو السبت نسبة إلى زحل وهو أجمل الكواكب. الأحداث دي كلها، التشكيلات دي كلها حصلت كلها قبل الميلاد. لا، دي إخوان الصفا وخلان الوفا دي في العصر العباسي الأول. في العصر العباسي. مالهاش دعوة دي. ده الخليفة جعفر منصور هو اللي عمل الترجمة الرهيبة دي. الترجمة اللي عمل بغداد وبتاع. الحضارة الهندية ترجمها محمود سبكتكين. اللي يعني ما المهم. المهم في هذا العيد بقى كان له خماسية لا زالت موجودة حتى الآن. خماسية. الخماسية ده هي كانت تبدأ بالملانة. مش معنى الملانة لأنها الأجراس التي تعلن مقدم الصيف الجميل، وكان هذا العيد كان اسمه شمو نجم. شمو يعني صيف، لأن كانت الفصول ثلاثة في مصر القديم، كان ما فيش ربيع، لكن بيعتبروا الصيف هو، فكان آخت هو الفيضان، برت هو الشتاء، والوقت تقول الدنيا بردت ربما جاية من الكلمة دي برت، وبعد كده شمو اللي هو الصيف، وتقول شمو نجم يعني صيف جميل، كانوا يحيوا بعض
هشام منجم يعني صيف جميل الذي يعلن هذا الصيف الجميل أجراس الربيع أو أجراس الصيف الجميل اللي هي الملانة الريح يهزها في الحقول حين تنضج فتدي أصوات جميلة قوي. وحين المصري القديم يسمع هذه الأصوات الجميلة ما كانش فيه تلوث سمعي طبعا ولا والكلام ده كله فيعرف أن الصيف جاء فيبتدي الاحتفال وهو محدده من الأول أنه اكتمال القمر بعد الاعتدال الربيعي. شيء الجميل أيضا أن البيض لأنه رمز الحياة يعني مفتاح الحياة ده هو التقاء السماء وهي الضلع الأفقي بالأرض وهي الضلع الرأسي تتولد الحياة وهي البيضة أو البويضة دي فعشان كده اسمه مفتاح الحياة. فكان البيض ده هو رمز للحياة. وكان الشيء الجميل أن يكتبوا على البيضة أمنيتهم في العام الجديد أو في السنة الجديدة ويجيب البيضة يخبطها في بيضة تانية فإذا البيضة التانية كسرت ودي اللي عليها الأماني ما كسرتش يبقى ربنا حقق له إيه أماني إنما إذا انكسرت يبقى حقق لها له النبل اللي بعدها. فده كان بالنسبة للبيض. تعالى بالنسبة للبصل طارد للأرواح وده بالنسبة لسنافرو ابن سنافرو الأرواح الشرير أرواح الشرير مش كده لغاية النهاردة كتير من البيوت يحط لأبشة بصل برا البيت عشان يمنع الأرواح الشريرة وحتى دخلت في الفولكلور الشعبي بتاعنا ابعد يا شطان ابعد يا شطان إن جيت من الباب هنسد الباب كان ممكن تقول هنحط لأبشة بصل مثلا على الباب ولا بتاع. أما بقى الفسيخ فده طعام القرين والقرين اللي هو كان اسمه بالمصرية القديمة قع وهو الذي يلازم الجسد ولا بد أن يكون له طعام. وهيبرت كارتر اكتشف مقبرة توت عنخ آمون بالطعام اللي قصاد المقبرة لما أولاد عبد الرسول جم قالوا له في أكل هنا قصاد هو دارس وعارف فعارف أنه لازم في حاجة هنا ما اكتشفتش فابتدوا يحفروا لغاية ما ابتدوا بداية المقبرة راح موقف الحفر وبعت للراجل اللي بيمول البعثة دي كان اسمه هيوارد كارتر جه وفتحوا المقبرة ونزل هيوارد كارتر تحته ومن فوق لورد كارنارفون بيقوله do you see anything شايف حاجة قال له wonderful things حاجات رائعة الحاجات الرائعة دي اتنهبت يعني البوق بتاع إعلان الحرب نهبوه وخدوه طبعا وموجود في البي بي سي لغاية الوقت. والشيء اللطيف ان او حاجه غريبه حصلت ان مذيع في سنه 39 قال لهم هنسمعكم صوت ما تسمعش من 3000 سنه فاتت وهو بوق الملك توت عنخ آمون الذي كان يعلن الحرب واذ به ينفخ في البوق الاعلان بتاع الحرب ده اول فتعلن الحرب العالميه تعلن انجلترا الحرب على المانيا بعدها بساعتين. الله بيقول لك من يومين ما حدش عاوز ينفخ فيه لا قال تقوم الحرب العالميه الثالثه. لا ده لازم نطلبه ده لازم نطلبه. ده من حقنا طبعا من حقنا ان احنا ناخده. المهم ان كارنر بس ما ننفخش فيه. ممنوع. كلمه كيرس اوف فيروز او لعنه الفراعنه دي جت من ايه بقى؟ طب خلينا بس في الفسيخ عندك معلومات اكتر عن كده بالنسبه للفسيخ يعني الفسيخ اكله القرين أكلة القرينة يعني لأنه ده نوع من أنواع يعني الكاننج أو نوع من أنواع الحفظ ما يأكلوش نعم المصري القديم كان يأكله طبعا يأكله طبعا عادي وكان يأكله ولا يعني مع احترامي للي سمعته بالنسبة للغليان أنا عمري سمعت غليان في السيخ ده يعني وزي ما سيتا قلت له يعني يبقى باص ما بقاش في السيخ بقى يعني لأن الملح نفسه في حد ذاته بيقتل قاتل للبكتيريا يعني ما تقرأ مثلا في البردية بتاعت إدوين سميث البردية الطبية دي يقول لك الجرح في الست ساعات الأولى تحط فيه يا إما تخيطه بالكتان للجلد يا إما تخيطه بالكاتجت اللي هو لما القطة تموت ياخد الأمعاء بتاعتها عشان كده سموها كات يعني قطة جات يعني أمعاء من دلوقتي بتعمل كاو جات من أمعاء الأبقار. إنما لما تقرأ في البردية بتاعت إدوين سميث ده يعني يقول لك لو مر على الجرح ست ساعات ما تخيطوش ليه؟ لأن ابتدى العفن يبدأ فيه حط ملح حاجة من ثلاثة يا إما ملح النطرون يا إما العسل الأبيض بالهايجروسكوبيك باور بتاعته اللي هي خاصية الانتشار السموزي يسحب المية من البكتيريا فتموت حكاية غليان ويموت بكتيريا ايه مفيش بكتيريا
هو يوم الفسيخ بيموت بيموت بنوع اسمه البوتيوليزم، والبوتيوليزم مش البكتيريا اللي بتموته، السموم اللي طالعة منها اللي بتموته، فمفيش بكتيريا خالص. ويحط ملح النطرون او العسل الابيض او حاجة غريبة جدا بقى. لباب خبز الشعير المتعفن، لباب خبز الشعير المتعفن. بولغا اليونجي واحمد عمار اشتغلوا شغل جامد قوي في المسائل دي، حللوا لباب خبز الشعير المتعفن، طلع عفن البنسلين. كانوا عارفين كل حط بنسلين. حط بنسلين. ده لسه من يومين مكلمني الدكتور عادل امام بتاع القلب طبعا استاذنا منها، بيقول لي دندره فيها مصابيح المصباح طول الراجل، وفي الفيلمنت اللي بينور من جوه، وطالع منها اللي هي حته النحاسيه دهيا في القاعده بتاعتها، هي بلب كبيره كده وحته نحاسيه طالع منها سلكتين، السلك ده في برميل والسلك ده في برميل تاني، ده كيماويات وده كيماويات عشان يحصل التفاعل وينور بتاع ده. وبالطريقه ده هي احنا نقدر نفسر الكتابات اللي تملا مئات الكتب والرسومات اللي اتعملت من غير ما تلقى هباب واحد في قلب، وكلها جوه لا يمكن تشوف صبعك فيها. فاستخدموا المصابيح ديت، استخدموا المصابيح الكهربائيه دي موجوده وموجوده في دندره. بس احنا كانوا بينوروا ازاي وعملوا التحف الفنيه دي ازاي والالوان دي ازاي، الالوان دي ازاي، وبعدين حته ضلمه كحل وكحل وما فيش هباب ولا اي حاجه ابدا، هي المصابيح ومرسومه ثلاث مصابيح ما شاء الله، والفيلمنت اللي فيها ومرسومه مره منوره ومره مطفيه في دندره. فطبعا الناس مش قادره تصدق، هتتجنن من الكلام ده كله. وواحد زي إريك فون دانكشتن الراجل الألماني ده يقول لك ده اتصال مع حضارات أخرى، إنما طبعا ده كلام فارغ، والذي يضحط هذا الكلام حضارات إيه الأخرى دي؟ حضارات إيه بتاعي؟ فده طبعا غير صحيح. فمسألة الفسيخ برضو رمز الحياة، لأنه برضو مليان البيض ولا آخره، وطعام جميل. تعال بقى للخص بقى، هذا الخص هو الذي كان يقدم لإله الخصوبة في مصر القديمة، وكان إله الخصوبة اسمه من M-I-N. هذه الكلمة دخلت في اللغة العربية بقت مناوي سائل مناوي، ودخلت في الإنجليزية بقت سي من، اللي هو رب الخصوبة في مصر القديمة اللي هو الإله من. وشمعنا الخص بقى، وعرفوا ازاي الخص ده فيتامين إيه؟ ده أنا لغاية النهاردة لما واحد عنده الحيوانات المنوية قليلة ولا عنده حركة الحيوانات المنوية قليلة بكتب له فيتامين إيه 1000 ميلي جرام اللي هو موجود في الخص، انما ده استخلص بقى ده، انما هم اشمعنى الخص لاله الخصوبه من؟ عارفين. فاذا الخص كده يا دكتور ازاي وصلوا لحاجات رهيبه جدا وبعدين اختفى العلم ده؟ هو ما اختفاش، هو موجود، هو انتقل، هو كل ما هنالك ده حتى هو سرق بقى متهيألي. متهيألي كده سرقات كتيره ده، حتى شعارات الثورة الشيوعية اتسرقت، لأن البرديات بتاعت عصر الاضمحلال الأول وجدوها في متحف لايدن وفي لينينغراد، وشعارات الثورة خدها تروتسكي ولينين و من البرديات دي، من البرديات، لأن إيبور كاتب في البرديات ده، هي اللي هو المؤرخ اللي كان موجود بعد الأسرة السادسة، الثورة بيحكي بقى ازاي؟ الذي كان اعلى اصبح اسفل، والذين كانوا اسفل اصبحوا اعلى، حتى الذي كان يرتق حذاؤه اصبح على منصة القضاء، ابكي يا قلبي والاخره، اصبح شعار هؤلاء سميهم يعني زي ما تقول المتشردين او البلطجية او بتاع، اصبح شعارهم الحرفة لمن يحترفها، الصنعة لمن يصنعها، الارض لمن يزرعها، لا سلطان للسماء على الارض لانه ليس هناك اله. طب ما هي دي الشيوعيه يا اخوان بالظبط. واخدينها يعني مصر علمت العالم حتى في الثورات، علمتهم كل حاجه، مفيش حاجه ما علمتها لهمش. الفلكه احنا لسه في نور بتاع السنه الشمسيه. طب قول لي اهم معلومه هنا عشان نخدم بيها اللقاء مع حضرتك، انت مشرفنا طبعا.
اهم معلومه اهم معلومه دي حصلت ناس ما تعرفهاش ناس ما تعرفهاش دي حصلت واحده بروفيسور روزالي اللي هي رئيسة قسم الإيجيبتولوجي في جامعة مانشستر. جامعة مانشستر سنة 10 عملت مؤتمر مع المركز القومي للبحوث اللي في الدقي. طبعا. فارماسي إن إنشنت إيجيبت اللي هي الصيدلة في مصر القديمة. ثلاث أيام. وطلبوا مني إن أنا أقدم بيبر عن العقاقير اللي استخدمتها مصر القديمة في المسالك البولية وأمراض الكلى وأمراض الذكور. كويس. وبالمناسبة دي فارماسي دي جاية من كلمة مصرية قديمة اسمها فارماكا، وكلمة فارماكا معناها بيت الشفاء والصفاء. اتخذت منها فارماكولوجي اللي هو علم الأدوية، فارماكوكنزي اللي هي العقاقير الطبية المأخوذة من أصل نباتي، فارماسيست يعني صيدلي، فارماسي يعني صيدلية. كلها جاية من كلمة مصرية فرعونية قديمة. طيب. اسمها فارماك. كويس. المهم أنا بقى قسمت الأدوية دي لأدوية من أصل حيواني، أدوية من أصل نباتي، أدوية من أصل كيماوي. أدوية الأصل من كيماوي كتيرة. المهم جيت على قلت لهم، وكانت روزالي طبعا موجودة اللي اتجننت وقامت من الانفعال وقالت لي هؤلاء الناس كانوا عباقرة. فبقول لهم أنتم مسمين البلهارسيا بالهارزيزس نسبة إلى تيودور بالهارز الذي اكتشف البلهارسيا من 150 سنة فاتت. الحقيقة المرض ده مفروض يتسمى إيجيبتيزس نسبة إلى إيجيبت نسبة إلى مصر، لأن مصر هي التي اكتشفت المرض وسمته بس أنتوا عندكم العين ما بتعرفوش تنطوها فبتكتبوها A-A-A ومذكورة 27 مرة في البرديات الطبية. كما أن مصر اكتشفت الدودة ورسمتها وسمتها حرارت، وربما أن حرارة التبول والحرقان بتاع البول جت من هذه الكلمة المصرية القديمة. لكن الأعجب من هذا أن مصر اكتشفت الدواء اللي أنا كتبته بإيدي من 30 سنة فاتت وهو الأنتيموني اللي هو الترطير المقيئ. بس مصر من آلاف السنين ما كانش عندها سرنجات تدي هذا الحقن دي اللي يطر الانتيموني ده. فيعملوا ايه؟ عملوا لبوسات عباره من عجينه من التين البرشومي والدقيق، ويحط فيها الانتيمون الجرعه الموزونه منه في داخل، يقسم اللبوسه ويحط فيها الانتيموني ويقفل عليها ويعمل الاف منها ويسيبها تجف، وبعد كده يصنفرها عشان تبقى ناعمه، وبعد كده يحط عليها عسل عشان يزحلقها، ويدخلها شرجيا حرارة الجسم تدوب اللبوس، يطلع الأنتيموني يطلع الأنتيمون، يمتص الغشاء المخاطي للقولون، يجري في الدورة الدموية، يروح للبلهارسيا حيثما كانت، إن كانت في الكبد إن كانت في المثانة إن كانت في القولون، يموتها. قامت روزالي بروفيسور روزالي وقفت مع إني ما كنتش لسه خلصت. These people were genius، هؤلاء الناس كانوا عباقرة. وقالت لي يا ريتكم استخدمتوا الطريقة دي بدل الحقن، ما كانش فيروس في سي عمل فيكم كده. صحيح. بس فيروس سي كان طريق الدم. لو كنا استخدمنا لبوسات الأنتيمون. معلش. معلش. احنا مقصرين في حق نفسنا كتير قوي. أنا بشكر خالص. أنا بشكرك، لما بنعرف أجدادنا بنحس إن احنا ممكن نبقى يعني إن شاء الله أحسن من كده. شكرا لك. إن شاء الله. إن شاء الله. وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا أستاذ محمود. صباح على خير.